الجيش هينقلب. ماهر لدرجة مرعبة تبقى من أسباب وجوده لتدافع عنه إسرائيل إلا صفقة القرن، وبعديها مش هيبقى له تم. لكن يبدو أنه حتى ورقة صفقة القرن ليست كافية لبعث الاطمئنان في قلب العميل وتثبيت الأرض من تحت قدميه، فكان لزاماً البحث عن أوراق جديدة. الحكاية ليست قطر فقط، الحكاية أصلها الوصول، يبدو الوصول إلى اتفاق مع الإخوان. بلومبرج أكدت على ده امبارح وقالت إن ده يعتبر ارتداد تام في موقف السيسي من الإخوان. بلومبرج تؤكد أن السيسي يستكشف فرصا للمصالحة مع الجماعة عبر وسطاء. الشبكة الأمريكية العريقة بتؤكد أن مسؤولين بالمخابرات الحربية تواصلوا مؤخرا مع سجناء الجماعة للاتفاق على صفقة يتم بموجبها الإفراج عن قادة بارزين مقابل التخلي عن السياسة. بلومبرج متأكد، ولكننا نقول بمنتهى الوضوح إنها لعبة جديدة من ألعاب ملك كسب الوقت. زي إنك مش ممكن أبدا تجادل إن السيسي سفاح وخاين ومريض نفسي وعميل صهيوني، فأعتقد إنك لا يمكن تجادلني في إن السيسي ملك لعبة كسب الوقت والمساومات. الحرب مع الإخوان هي الركيزة الرئيسة في نظام السيسي الانقلابي، حواليها بيتجمع الشردمة الأخيرة مع العميل الصهيوني. شيطنة الإخوان هي هبل، هي صنم هبل الباقي بعد أن تكسرت كل أصنام العميل واحدا تلو الآخر. إذا ما فيش إخوان شياطين فلا يمكن ترويج فزاعة الإرهاب. السيسي في وقت حرج جدا، وإلا ما كان لجأ للعبة التصالح مع الإخوان. ولأنه يثق إن الكل بيخونه وبيحفر له ويتواطأ عليه حتى ابن زايد، فهو بيسرب لهم خبر ومخدر إني بتغير وإن أنا ممكن أعيش مع بعض الإخوان. وأنا مش ذئب، أنا لسه لابس جلد حمل، وعفى الله عما سلف. ادوني بس بعض الوقت وأعمل إيه طال عمرك؟ الإخوان ضاغطين عليا وأنا مضطر، وإلا الجيش هينقلب. ماهر لدرجة مرعبة في اللعبة دي. ليه لأ؟ وهي لعبة الصهاينة الأثيرة، لعبة تعلمها السيسي من الصهاينة، لعبتهم الأثيرة اللي ابتلعوا بيها فلسطين. بعض الوقت خدونا جنبكم، هاخد لقمة واحدة بس واسيب لك الباقي. استنى عليا يومين مش أكتر. والمشكلة إنه فات الميعاد، المشكلة إنه فات الميعاد والأوان وضاعت اللحظة واللحظات. لا أحد يستطيع إيقاف القطار والذي يحمل السيسي إلى مصيره المحتوم. لا الشاطر ولا مرسي ولا حتى البرادعي ولا الإخوان تما. قضي الأمر الذي فيه تستفتيها. الله خير.